وللحديث أكثر عن المساعدات التي قدمتها هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى للنازحين في مخيم الخازر، ينضم إلينا عبر الهاتف من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي. دكتور ناصر، السلام عليكم. يعني قدمتم في منظمة أم القرى بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين في العراق مساعدات للنازحين في مخيم الخازر، وأيضا ربما تكون هناك في مناطق أخرى، لكن لو نبدأ دكتور بالحديث عن مخيم الخازر وتفاصيل أكثر عن هذه الحملة، تفضل دكتور. حياكم الله سيدي الكريم، حيا الله قناة الرافدين ومشاهديها الكرام. حياك الله. هذه الحملة جاءت ضمن إطار اتفاق التعاون الذي تم بين منظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية، وكذلك بالتعاون مع هيئة علماء المسلمين بقسمها الإغاثي وفروعها المنتشرة في بعض محافظات العراق، وكذلك مع مؤسسة العراق الدولية للإغاثة والتنمية على تقديم زخم يتناسب مع المآسي التي تمر بها مختلف شرائح الشعب العراقي. ليست المخيمات لوحدها الآن تعاني الظروف المأساوية والمعيشية الصعبة، بل هنالك فئات وشرائح كبيرة جدا تعاني الويلات وتعاني المآسي وظروف المعيشية الصعبة، ولذلك تم عقد هذا الاتفاق بين هذه الأطراف الأربعة لتقديم زخم من الجهود الإغاثية الإنسانية تتناسب مع احتياجات شعبنا العراقي في ظل المآسي التي يمر بها. جاءت هذه الحملة لتقدم بالتعاون مع القسم الإغاثي في هيئة علماء المسلمين ومنظمة أم القرى للإغاثة الإنسانية لتقديم هذه الحملة الإغاثية في مخيم الخازر شرق الموصل. هذا المخيم هو مخيم كبير جدا، مخيم رئيس تقطنه يعني عدد كبير من العائلات من الموصل ومحافظات أخرى، وكذلك من المخيمات التي تم إغلاقها. تم تقديم 700 سلة غذائية كحملة أولى، وهي حملة كبيرة جدا، وفي سلة غذائية وافية المواد ومن أجود أنواع المواد الغذائية تم اختيارها لكي نقدمها لأهلنا النازحين لتعينهم على صيام شهر رمضان المبارك. الحملة يعني ربما تضمنت أيضا مناطق أخرى من مدينة الموصل بخلاف مخيم الخازر. دكتور، لو تطلعنا أكثر عن هذه المناطق وأيضا حال المستهدفين فيها. حقيقة الحملات التي تستهدف هذا الاتفاق الاتفاق التعاون الجهود الإغاثية يقدم جهود إغاثية في مختلف محافظات العراق، وكذلك في مخيمات النزوح. تصل هذه الحملات الإغاثية إلى المخيمات على الرغم من بعدها وعلى الرغم من مشاق الطريق وعلى الرغم من المنع الذي قد يتم على منع المرور وانتقال الجهد الإغاثي في بعض الطرق. الحقيقة يعني يمر النازحين في ظروف مأساوية كبيرة جدا بعد الإغلاق الذي شهدته كل المخيمات في محافظات العراق ما عدا محافظة الأنبار التي رفضت أن تنصاع إلى قرار وزارة الهجرة بغلق المخيمات. نعم. وكذلك المخيمات التي تنتشر في محافظات كردستان العراق كذلك التي رفضت تنفيذ هذا القرار، لأن العودة الآمنة الآن غير مهيئة، والاتفاقات الدولية لابد وتلزم جميع الحكومات بتوفير الملاذات الآمنة والعودة الآمنة لمن اضطرتهم الظروف التي تشهدها بعض البلاد من النزاعات العسكرية، وكذلك بعض الأمور التي تشهدها بعض البلاد. فينبغي تجنيب المدنيين وولاة الحرب، وكذلك تجنيب النازحين قساوة الظروف، وكذلك لا بد من توفير لهم الملاذات الآمنة. نعم. حتى يعودوا إلى مناطقهم. طيب. نعم. دكتور ناصر، هل لديكم خطة توزيع في شهر رمضان؟ هل في رمضان لديكم خطة توزيع على العائلات النازحة أم بعد رمضان؟ وإلى أين ستكون وجهتكم القادمة إن شاء الله؟ الخطة
أعدت قبل حلول شهر رمضان المبارك. نعم. وبدأت بتنفيذ وتقديم حملاتها الإغاثية قبل شهر رمضان بأيام لكي تستفيد من الظرف الذي يأتي بعده وتستغل أكثر الوقت من شهر رمضان المبارك. نعم. حتى تقدم كل ما عندها من جهود إغاثية وأقصى الجهود الإغاثية لكي تصل إلى جميع النازحين ولكي تصل إلى جميع المهجرين. نعم. وتصل كذلك إلى عائلات المغيبين قسرا وكذلك. نعم. إلى عائلات المختطفين. هؤلاء يشهدون كذلك يعيشون ظروف مأساوية صعبة وكذلك يتم تكثيف الجهود إلى العائلات التي لجأت بعد أن طردت قسرا من المخيمات التي أغلقت بشكل قسري. نعم. ولجأت إلى مخيمات النزوح وهذه تمنع عنها الآن لا يقدم لها أي شيء حتى وإن لجأت إلى المخيمات عندما تأتي الجهات الحكومية المسؤولة لتقديم الشيء البسيط من الإغاثات تمتنع عن تقديم الإغاثة لهذه العائلات. نعم. بحجة أنها طردت من تلك المخيمات. نحن أعددنا خطة كبيرة جدا لاستيعاب هذه الظروف واستيعاب أمثال هؤلاء الفئات الذين تم طردهم من المخيمات الأخرى وكذلك المهجرين وعائلات المغيبين وعائلات المختطفين. خطتنا مستمرة وقدمت بالتعاون مع مؤسسة العراق الدولية وكذلك. نعم. قسم الإغاثي ومنظمة أم القرى وكذلك فروحية علماء المسلمين في المحافظات العراق وقدمت في كركوك في بغداد في ديالى في. نعم. في الموصل وكذلك في مخيمات كردستان وتستمر بإذن الله خطتنا القادم بإذن الله سيأتي على المخيمات وكذلك المهجرين في مناطق. وفقكم الله دكتور. من أربيل المتحدث الإعلامي باسم منظمة أم القرى الدكتور ناصر الفهداوي، شكرا جزيلا لكم.